وصلنا لمحطة جديدة من صباحنا غير، وكثير من الأوقات ممكن نتلاقى بأشخاص أذكياء على الصعيد الأكاديمي أو الدراسي، عندهم شهادات، عندهم مناصب، واصلين لأعلى مراحل التحصيل الدراسي، ولكن بالواقع بالحياة الواقعية والاجتماعية بنلاقيهم أشخاص غير ناجحين اجتماعيا بسبب غياب مهارة كثير مهمة بحياتنا، مهارة الذكاء العاطفي، نعرف كيف نعبر عن مشاعرنا يا عفاف، كيف نضبطها وكيف نتحكم فيها، والأهم يمكن نراعي مشاعر اللي غيرنا. أكيد يمكن هي مهمة كتير صعبة اليوم بظل الظروف يلي عم نعيش فيها. أكيد يعني كتير من الأشخاص والأغلبية مننا هي إذا مو الكل عم يعانوا من مشاكل، إن كانت بالشغل، بالحياة المهنية، بالحياة العاطفية. يمكن هالشي سببه أنه نحن ما نقدر نضبط مشاعرنا أو ما نعرف نتعامل بطريقة صحيحة وذكية مع الآخرين. يمكن غاب هالشي عنا من نحن وصغار وما تربينا على كيف نحن ممكن يكون عنا ذكاء عاطفي واجتماعي أيضا لحتى نقدر أو نعرف كيف نتعامل مع المشاكل اليومية مع الأشخاص اللي حوالينا، بحيث أكيد هاي المشاكل ما تأثر لا على شغلنا ولا على حياتنا وعلاقاتنا. اليوم رح نعرف كيف ممكن نقدر ننمي هاي القدرة عند الطفل ونأسسه صح، بحيث لما يكبر أكيد يعرف يعبر عن مشاعره بطريقة كتير صح. ولكن اليوم مع رام حمود الاختصاصية التربوية رح تجاوبنا على كل هاي الاستفسارات. يسعد صباحك واهلا وسهلا فيك. يسعد صباحكم. يسعد صباحك. اهلا وسهلا فيك يا راما. نحكي عن موضوع كتير مهم، يمكن احنا حابين اليوم نركز اكثر على فئه الاطفال. يمكن ايام زمان امهاتنا واهالينا ما كانوا يركزوا على موضوع الذكاء العاطفي وتنميه هاي المهاره عند اطفالنا، ولكن اليوم التطور والحياه اللي عم تمشي يمكن تفرض علينا ننمي هي المهاره، فبتلاقي كثير من الاطفال باعمار صغيره عم تبلش تتكون شخصياتهم. خلينا نتعرف نحن والمشاهدين شو بنقصد بالذكاء العاطفي. هلا اول شيء خليني بلش من الفكره اللي حكيتيها حضرتك، انه كنا ما ننتبه وهلا صرنا ننتبه. صحيح. هي الدراسات العلميه للاسف بلشت من بعد التسعينات، وانا وقت عم بقول بعد التسعينات هو وقت متاخر تماماً. نسبيا، لانه نعرف انه في نوع من الذكاءات هو الذكاء العاطفي. حتى نحن لهلا نعتقد انه الذكاء هو وراثي. هلا قبل ما نحكي بهذا الموضوع يفترض نعرف شو هو الذكاء العاطفي. الذكاء العاطفي بشكل هيك بسيط هو الوعي بالذات. يعني كيف؟ يعني أنا أعرف هاي المشاعر اللي أنا موجودة عندي، أعرف أعبر عنها وأعرف أتحكم فيها حتى. طيب عرفت أتحكم فيها، شو لازم أعمل؟ شو التصرف المناسب لهي المشاعر؟ كل هذا أنا سميه كتربوية، بعتبره بطانة وجدانية أو بطانة انفعالية. هي البطانة هي مثل المخزون الثقافي اللي بيكون عند هذا الطفل، بيقدر يستخدم منه الشيء اللي بيناسب كل شعور عم يشعر فيه هذا الطفل، طبعا حسب الموقف اللي عم يتعرض له. فالذكاء العاطفي إذا بدي أقول هل هو بيشكل الإنسان، هو أهم آلية من آليات التحكم أو نجاح الإنسان أو فشله هو الذكاء العاطفي. ويمكن نستغرب من هذا الكلام، هل الذكاء العاطفي له هالأهمية الكبيرة؟ هلأ بلشت الدراسات أثبت، هلأ اكتشف بعد التسعينات، أما هلأ نحن بهذا العصر صرنا نعرف أنه الذكاء أو بشكل عام النجاح، إذا ما بدي أقول ذكاء، نجاح الإنسان أو فشله مرتبط بالذكاء العاطفي. الذكاء العاطفي بقدي، يعني نحن بنعرف أنه إذا كان ناجح معناته عنده قدرات عقلية. صح. لا، هو عنده قدرات عقلية بنسبة لا تتجاوز 20%، وعنده ذكاءات عاطفية أو بطانة عاطفية اللي قلنا عنها بنسبة 80%. معناتها قديش هالذكاء العاطفي عم يتحكم بنجاح هذا الفرد، وجوده، مكانته، أهميته بالمجتمع. فمن هذا الكلام بعرف أنه قديه مهم يكون عند هذا الطفل أو هذا الفرد ذكاء عاطفي. تمام. اليوم بنشوف كثير من الاطفال عندهم فرط بالتعبير عن عواطفهم ومشاعرهم والحب اكثر شيء، يعني مين ما شاف بحبك، مشاعر، احضان، بوسات، هي القصص. هون كثير لازم الاهل ينتبهوا على هي النقطه يمكن، ويعلموه كيف ممكن يكون عنده ذكاء عاطفي ويعرف انه يعمل كنترول على هي المشاعر. طب بالنهايه هذا الطفل ممكن تكون هي الصفه خلقانه فيه بالوراثه، ممكن
ممكن هو كمان يكتسبه، ممكن تيجي الاثنين. هلا شوفي، الذكاء العاطفي ابدا ما هو وراثي، يعني مو انا اذا كنت كثير بحب اني اعبر عن مشاعري فطفلي او طفلتي رح يكونوا ضروري، ابدا ما هو وراثي. الذكاء العاطفي هو مكتسب بالدرجة الأولى. أيمت بيكتسب؟ هو من اليوم الأول أو من الساعة الأولى لولادة هذا الطفل هو يكتسب. أيمت؟ وقت الوالدة أو المرأة اللي أنجبت هذا الطفل يوضع بحضنها هذا الطفل وتبلش تعانقه، تبلش تبادله القبلات، هون ببلش عند هذا الطفل قدرة على التعبير عن المشاعر، بيكتشف أنه هي ماما، هي ريحة ماما، هذا التصرفات اللي عم تعملها هي أمي، أو هي اللي بتربطني فيها هي العلاقة الوثيقة. فأنا من هون بعرف أنه أنا أول 5 سنوات إذا ما بدي أقول أكثر ببلش الطفل يكتسب هاي المهارات، معناتها البيئة الحاضنة هي اللي إلها الدور الأكبر. في معادلة تربوية بتقول أنه أعطيني اهتمام كبير بهدول السنوات الأولى من عمر الطفل وأنا رح أعطيك إنسان ناضج 100%، متزن، عنده قدرة على التعبير عن مشاعره، عنده اتزان معين بحياته، حتى عنده نجاح مثل ما قلنا بالتعبير عن قدراته العقلية حتى. يعني تصوري قديه هالذكاء عم بيكون لي شخصية هالطفل، فقديه أنا قدرت أعبر له عن مشاعري واهتمامي قد ما طلعته إنسان سوي عقليا، اجتماعيا، علميا، نفسيا، بكل الأمور. يعني فعلا مهما كانوا اليوم الأهالي مشغولين بالحياة وبظروف الحياة لازم يكون في عندهم انتباه وهيك يحسسوا، خاصة يمكن ليقعدوا مع أطفالهم ليعرفوا شو بهم لحتى يعرفوا ويفهموا مشاعرهم. طيب راما، اليوم يمكن في عنا مؤشرات بتدل أنه الطفل بيتمتع بذكاء عاطفي، خصوصا أنه إحنا اليوم عنا أطباع من الأطفال، كل واحد عنده سلوكياته، عنده صفاته، عندك العنيد، عندك العصبي، عندك المنفتح. نحن نعرف اليوم كيف نعرف الطفل بيتمتع عن جد بذكاء عاطفي؟ هلأ شوفي، بما أنه أنا قلت مكتسب، فأنا قد ما أنا أكسبته هي المؤشرات هي رح تنمى عنده. هلأ شوفي، بتقولي لي في أطفال أهليهم ما عندهم هذا التعبير عن العاطفة أو ما عندهم هذا الذكاء العاطفي، لكن الأطفال عندهم ذكاء عاطفي، ممكن عم ياخذوه من بيئة تانية أو حدا تاني عم يشبع لهم هي الرغبات، لكن يمكن أنا عندي شوية مؤشرات بتدل أنه هذا الطفل عنده، يعني هو بتكوينته عنده هذا الذكاء العاطفي. وهن 5 قدرات يعني خلينا نتعرف عليها. تماما. أول قدرة هي فهم المشاعر، يعني يعرف شو المشاعر اللي عم بيشعر فيها بهذا أو العواطف اللي عم بيشعر فيها بهذا الموقف، يعني هل هو فرحان؟ كيف عبر عن هاي الفرحة؟ فأنا عندي القدرة الثانية اللي هي القدرة على التحكم بالمشاعر. طبعا إذا ما عندي أول قدرة فأنا ما عندي الثانية، فهن كلياتهم بمجموعهم متناسقين مع بعض، واحدة بتعطي الثانية. الثالثة هي القدرة على مواصلة العمل أو على أنه يعطي حاله الدافع ليكمل بهاي الحياة. بشوف أطفال عندهم الدافعية بشكل كامل، وفي أطفال لا، بيحتاجوا بعض الكلمات الإيجابية لحتى يكون عندهم هاي الدافعية. الرابعة هي فهم مشاعر الآخرين. تلاقي طفل كبير أو يعني بعمر 8 سنوات بيشعر بالطفل اللي هو أصغر منه، فبيقول له ليش عم تبكي؟ شو اللي صار؟ بيحاول يفهم. هذا عنده ذكاء عاطفي، هذا مؤشر أنه هذا الطفل عنده ذكاء عاطفي. حلو. آخر شيء هي القدرة على إقامة علاقات مع محيطه، يعني الطفل اللي هو منعزل، نوع من الانعزال عن مجتمع أو عنده نوع من البعد، إذا ما بدنا نقول إنه انعزال، هذا ما عنده ذكاء عاطفي. لكن الطفل اللي بتلاقيه بيندمج أو بينخرط بمجتمعه أو بالبيئة اللي أنت بتحطيه فيها، فهو عنده نوع من الذكاء العاطفي أو عنده مؤشر ممكن أنا أشتغل عليه لحتى كون له الذكاء العاطفي. اليوم راما، يمكن نحن كبشر كثير بنتمنى انه يكون في بحياتنا شخص سوي عقليا ونفسيا، بحيث انه كمان ما يسبب لنا الاذى بالتشوه يلي موجود بداخله. اليوم شو الاخطاء يلي المرتكبه من قبل الاهل يلي بتسبب هذا التشوه عند الاطفال وبتخليهم غير قادرين على التعبير عن مشاعرهم بطريقه صحيحه، وبالتالي هدم للذكاء العاطفي يلي عندهم؟ تمام.
نحن في شيء بنوقع فيه واللي هو الإهمال. الإهمال اللي بيكون إهمال عاطفي الإهمال. يعني أنا بهمل الطفل عاطفيا، يعني بفكر إنه أنا عم بربي طفل، عم بعطيه طعامه، عم بعطيه شرابه، عم بعلمه كل يوم، عم بقعد ساعة معه لحتى شوف شو أخذ بالمدرسة، لحتى لبي له احتياجاته الاعتيادية، وهي الاحتياجات هي نوع من الاهتمام فقط، وهي ما تربية. التربية الحقيقية هي اهتمام بالعواطف، هي اهتمام بالاحتياجات العاطفية اللي الطفل غالبا ما رح يقدر يعبر عنها او ما رح يقدر يطلبها، وهذا الشيء اللي ممكن يعمله لهذا الطفل شيء انا خطير كتير عندي، هو الجوع العاطفي. بتلاقي اذا طلع على بيئة تانية فهو بيحاول يلفت انتباه لحتى البيئة التانية تحضنه او تتقبله، فهو عنده هذا النوع من الاهمال مع النوع من الجوع اللي صار عنده، وجوع عاطفي. تصوري انت طفل بعمر بهذا العمر الصغير وعنده جوع للعاطفة، يعني قدي الكلمة كبيرة على طفل صغير، فمأساة حقيقية. هي الاهمال اول شيء. ثاني شيء هي كبت المشاعر، يعني إذا كان طفلي بده يبكي بقول له لا لا تبكي، لا ابكي، لأنه إذا ما بكي هلا بهذا الموقف اللي هو عنده كبير، أنا يمكن شايفته من وجهة نظري أنه هو الموقف كتير تافه وما بيستدعي البكاء، لا خليه يعبر عن مشاعره، خليه يفهم هي المشاعر ويختار التصرف اللي بيلبق لهي المشاعر. فأنا وظيفتي كأم وحتى كأب، يعني نحن ما بدنا نحمل الأم كل المسؤولية، حتى الأب بيقع عليه هي المسؤولية. فمن البيئة الحاضنة إذا كان في إشباع عاطفي بين الأب والأم رح ينعكس هذا الشيء على الأطفال، رح يكون عندهم تعبير عن المشاعر بطريقة صحيحة، رح يكون عندهم قدرة على تحكم بمشاعرهم، قدرة على حتى اتخاذ القرارات المناسبة لهي المشاعر. لهيك أنا قلت أول شيء هو الوعي بالذات. صحيح. أهم شيء واللي هو الثالث واللي نحن للأسف نوقع فيه، هو نحن ما منكون عند أطفالنا ذاكرة عاطفية. يعني الطفل وقت بيكبر ما بيتذكر الأحضان أو المعانقة أو الحب اللي بادلته في أمه إلا إذا كانت هي فعلاً عم تشبع له هي الاحتياجات. فهذا الشيء اسمه اختطاف العقل. العقل ما بيخزن فقط الأمور العقلية أو الأمور التحليلية تبع الواقع، أنه راح اليوم على المدرسة، رجع من المدرسة، يتصرف معه رفيقه هيك، حكى لرفيقه هيك، هي الأمور الاعتيادية. الطفل أو العقل الطفل بيختزن أيضا المشاعر اللي تقدمت له. فأنا كأم إذا ما حاولت أشبع هذا الشيء وخلي عند الطفل مخزون عاطفي بعقله يسترجعه بوقت يكون هو تعرض شوي لإهمال عاطفي من بيئة تانية، هون بقى الخطأ الأكبر اللي بيأثر على هذا الطفل. طيب بعيدا عن الأطفال، خلينا نحكي كأشخاص بالغين اليوم. يمكن نحن ما بنعرف نفرق بين هاي المفاهيم أو موضوع يمكن يكون كتير غريب على الأشخاص اللي عم يتابعونا أو يسمعونا. خلينا نعرف كيف بنعرف إنه نحن عنا ذكاء عاطفي أو هي مجرد تقبل المشاعر اللي بنمرق فيها بالحياة. هلأ شوفي، تقبل المشاعر مثل ما قلنا هو أول قدرة من القدرات اللي بتكون الذكاء العاطفي، لكن هي ما أنا ذكاء عاطفي بالمجمل. هلأ أنا بدي فرق بين شغلتين، هي الذكاء العاطفي والغباء العاطفي. تمام. لأنه أنا إذا فقط عم بتقبل المشاعر فعفوا هي غباء عاطفي فقط، لأني أنا ما عم بعرف أعبر عن هي المشاعر أو طلعها. يعني إذا فرحانة شو بعمل؟ كل حدا رح يعبر بطريقة معينة، لكن في عالم ما بتعرف حتى تعبر. إذا عبرت لكن عندي قدرة على التحكم، بده يكون عندي قدرة على التحكم لحتى يكون عندي هذا الذكاء العاطفي. فأنا نوع معين من القدرات لا، هو اندرج تحت فقط إدارة مشاعر، ما أنه ذكاء عاطفي. هلأ في شيء كتير نحن عم نشوفه هلأ بمجتمعاتنا اللي هو الطلاق الصامت بين الأفراد المتزوجين، هو سببه اللي حكينا عنه هو إهمال عاطفي أو جوع عاطفي أو الكبت الانفعالي. يعني أنا وقت بيرجع زوجي أو شريك حياتي على البيت، أنا بدل ما أقول له الله يعطيك العافية أو نور البيت أو كذا، شلح ورا الباب لأنه أنا هلأ نظفت البيت، انتبه لا تعيط لأنه الأولاد نايمين. صحيح. يعني هي الأفكار هي اللي عم تعمل على هدم هي الاحتياجات العاطفية وعلى ظهور ما يسمى بالطلاق الصامت. هو مو طلاق طبيعي، لكن هو ضمن البيت عايشين مع بعضهم لكن ما في عاطفة بيناتهم. صعب هيدا النوع من تمام، هو أصعب الأنواع
هو أصعب من الطلاق الطبيعي اللي نحن بنعرفه، ما حدا بيقدر يعبر عن مشاعره لحدا أو حتى بيخجل من التعبير عنه، فهذا الخطأ لا ممكن نشوف هاي الحالة بالبيوت مشان مراعاة يمكن ما بدهم يعرفوا الأولاد إنه هن منفصلين أو مراعاة لشعورهم. هلا أنا بلاقي لا إنه يحدث الطلاق الطبيعي أفضل من الطلاق الصامت، لأنه آثاره على الطفل هي هدامة، يعني الطفل بيلتقط أدق الإشارات، بيعرف إنه والدي ما بيحب والدتي أو في عندهم مشاكل معينة باحتياجاتهم العاطفية. الطفل كتير حساس بهي الناحية، فأنا لا اختار الأمر اللي هو بيهون على الطفل. أنا قلت الذكاء العاطفي بيعمل لي طفل أو فرد ناضج، فإذا كان عنده إهمال عاطفي هذا الطفل أو عم يتعرض لما يسمى بالطلاق الصامت، فأكيد رح تكون الآثار أكبر من أنه ينفصلوا هدول الشريكين. لا طبعا اليوم نحن من خلال كل شيء عم نعيشه، من خلال كتير ممكن مشاعر ملخبطة كركبة بالمشاعر، الواحد يمكن ما يعرف بالوقت الصح إمتى ممكن يكون هاي المشاعر صح وهاي المشاعر غلط، فنضطر إنه نحن نكبت هاي المشاعر يمكن لحتى نتأكد من صحتها. اليوم كيف نحن بنعرف حالنا إنه نحن وصلنا لدرجة الكبت العاطفي يلي ما في من بعده أبدا اعتراف بالمشاعر أو لحتى نحن نفرغ هاي المشاعر بطريقة صحيحة، ووصلنا كمان للاستغلال العاطفي بسبب المشاعر اللي بتظهر بنفس الوقت؟ هلأ شوفي، الاستغلال العاطفي هو هدول علاقات اجتماعية نحن حكينا عنها بحلقات ماضية، هي علاقات اجتماعية مضطربة هلأ صرنا نشوفها بمجتمعنا، وهي أهم نوع منها هي الاستغلال العاطفي. يعني هذا الفرد اللي بيكون عنده هذا التوكسيك نحن بنقله بيكون بيستغل العاطفة المقدمة له بناء على رغباته، إنه بما أنه هذا الشخص بيحبني فمعلش يضل عم يعطيني هي العاطفة. طبعا هي كلياتها بترجع لطفولته، يعني هو متعرض بطفولته لنوع من الإهمال العاطفي لحتى ما صار ما يصدق حدا بيعطيه عاطفة، فبيستغل هي العاطفة ل يعني إشباع رغباته. فأنا يفترض تكون واعية، انتبه، التقط إشارات إذا كان هذا الفرد عم بيحاول يعطيني العاطفة اللي أنا عم بعطيها ولا لا، عم بيقلل من قيمة هالعاطفة أو يعني هي موجودة وموجودة ويلا مثل ما بنقول. لا، بدنا نكون شوي واعيين. طبعا هي الحياة بتعلم، إذا أنا ما وقعت بهي المواقف ما بقدر أنا أطلع منها. بالنهاية أنا يفترض يكون عندي حدا أرجع له وقت أنا أكون كتير متضايقة لحتى فرغ هي المشاعر. إذا ما كان عندي حدا فممكن يكون عندي دفتر مذكرات، هذا الدفتر بدون عليه هي المشاعر لحتى بعد فترة وقت أطلع من هي المشاعر ممكن إذا رجعت أقرأها أعرف شو التجربة اللي أنا مريت فيها فأتعلم بشكل أكبر. تدوين المشاعر هو طريقة من تفريغ هي المشاعر. كمان بالنسبة حتى للأطفال، أنا يفترض يكون في ساعة حوار مع الطفل هي بعيدة، وإذا ما بدي ساعة يعني مش عمال أهالي هلأ يفكروا أنه نحن عم نعيش بالمثالية، لمجرد أني أنا وقت يرجع طفلي من المدرسة أسأله عن أكثر لحظة هو كان سعيد فيها بهذا اليوم، فأنا عم بعلمه. طبعا هو ممكن يقول لي لحظة يكون فيها تعيس ما أنه سعيد يعني، بس أنا بهذا الشيء عم بعطيه أنه أنا موجودة لحتى أسمعك، أنا المرجع العاطفي لك، أنا اللي عم كون لك ذاكرتك العاطفية. تمام، يعني قبل ما نختم معك فينا نقول حكيتي عن الاستغلال العاطفي، هل فينا نقول انه هو نفسه الاشخاص اللي بيلعبوا دور الضحيه اليوم بحياتنا، يلي بيخلوا الناس يلي حواليهم يشفقوا عليهم بيعملوا حالهم كثير ناس منيحه، هل هذا الشيء صح انه اليوم في تشابه بيناتهم ام لا، وكيف ممكن اليوم نحن لنبعد عن هذا الاستغلال وعن دور الضحيه، كيف ممكن ننمي الذكاء العاطفي ان كان من خلال تجارب الحياه او حتى ان كان من خلال الكورسات؟ هلا شوفي، الاستغلال العاطفي له كثير انواع، له النوع اللي هو بيستغل عاطفة اللي مقابله بدون ما يلعب دور الضحيه، وهذا تقريبا صعب يعني الاكتشاف، لكن الاصعب منه هو اللي بيلعب او بيتلعب بالمشاعر لكن هو بيكون البريء اللي عم بيطلع لك حاله انه هو الصحيح دوما وهو المرجع لك وهو اللي حاضنك ومحتويك ومتقبلك رغم كل اخطائك، هذا الاصعب، فهذا النوع هو القاتل للحقيقة.
حتى نحن كتربويين بنعجز احيانا انه نتعامل مع هيك اشخاص لانه هن ما عندهم حتى مؤشرات. يعني انت بتفكري انه هو طيب القلب لكن هو في بداخله احقاد هي دفينه طبعا يمكن ما له علاقة فيها، هي نتيجة تربية متعرض لها وصدمات عاطفية إذا بدنا نقول متعرض لها بطفولته لحتى عم بيطلعها بهذا الشكل. فهذا النوع الأخطر أنا كيف بدي أتعامل معه؟ أنا البداية من عندي مو البداية، أنا ما بدي أصلح غيري، أنا بدي أتقبل مشاعري. يعني لنفترض تعرضت لهذا النوع من الاستغلال، بصير بحط الحق علي، بلوم حالي. جلد الذات هو أكثر خطأ أنا بوقع فيه بعد ما أنا أوقع بهي العلاقات. يعني أنا كمان فوق ما أنه إجا حدا واستغلني عاطفيا وحاول يلعب على مشاعري، كمان أنا بقوم بجلد الذات ولوم الذات وحتى بعاقب حالي. تمام. في فتيات كتير أنا تعاملت معهم هنا بيحاولوا يجرحوا حالهم أو يؤذوا حالهم بطريقة معينة حتى بتوصل للانتحار للأسف. فقد ايه ممكن يكون الفرد واعي بهي المرحلة؟ قدرته على الوعي هي قدرته على النجاة. قد ما يكون واعي رح يقدر يطلع من هي الحالة. وأكيد هون أكيد المرجعية الأولى والأخيرة هي للأهل، كيف هن ممكن ينشئوا هذا الطفل على أسس ثابتة، على مشاعر واضحة وصريحة، وممكن طريقة التعامل فيها كتير صح. فمن هون بيخلق وبيكبر الشخص السوي بحياتنا، يا أما ممكن يصير شخص مزعج ومؤذي. بدنا نشكر وجودك معنا وكل المعلومات والنصائح اللي قدمتينا يا الأستاذة رامي. شكرا كثير لكم. انا بس بدي اقول للاهالي انتم هلا عم بتعيشوا بمستقبل اطفالكم، فيا ريت هيك ترسموا شويه ذكريات ايجابيه ولطيفه للطفل يتذكرها بالمستقبل ويكون انسان واعي وناضج ومتزن، ونتمنى الصحه النفسيه للجميع. اكيد يا رب يكون كل حدا تابعنا لليوم استفاد من كلام حضرتك الاستاذه راما. شكرا لك ونورتي صباحنا. يعطيكم العافيه. اهلا وسهلا.